احنا سمعنا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، فايه هو التصنيف الائتماني ومين بيحدده ومصر وضعها ايه دلوقتي؟ التصنيف الائتماني ده باختصار هو مقياس دوري بيقيس نسبة المخاطرة لدولة ما وقدرتها على سداد الديون الممنوحة لها من دول مختلفة. مين بيحدد التصنيف الائتماني؟ أشهر يعني ثلاث مؤسسات بتحدد التصنيف الائتماني للدول هي موديز وستاندرد اند بورز وفيتش. بتحدده ازاي؟ بتدرس العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة للسوق وللبلد، وبتحط على أساسها مؤشر، ده التصنيف. التصنيف ده بيتراوح ما بين، طبعا كل مؤسسة ليها تصنيف مختلف، لكن يعني ممكن على سبيل المثال مثلا Standard & Poor's التصنيف بتاعها بيتراوح ما بين AAA لحد D، AAA نزولا بAA A BBB وهكذا لحد ما نوصل لD. تريبل اي معناه ايه؟ معناه ان تقريبا نسبة المخاطرة منعدمة، وان الدولة عندها قدرة كبيرة جدا على سداد الديون والقروض الممنوحة لها. اما دي فدي نسبة فده تقييم للإفلاس وعدم قدرة الدولة على سداد الديون. طيب ايه تأثير التصنيفات المختلفة دي على البلاد؟ كل ما طبعا التصنيف بيقل، كل ما بيكون ده شيء بيساعد المستثمر في المهتم بدولة أو الدولة المانحة قروض لدولة أخرى على تحديد نسبة المخاطرة اللي بتقيس على أساسها الفايدة اللي ممكن تتوقعها للاستثمار في البلد دي أو لمنح قرض للبلد معينة. التصنيفات دي بتكون غالبا في منها قصيرة الأجل وطويلة الأجل. قصيرة الأجل بتقول ممكن لمدة سنة هي قدرة الدولة على تسديد الدين في خلال سنة، أما طويلة الأجل بتبقى للأطول من سنة. إيه وضع مصر دلوقتي؟ آخر مؤسسة طلعت تصنيف لمصر هي Standard & Poor's، ده اللي احنا سمعنا الخبر بتاع تحسن التصنيف الائتماني من B- لB. المؤسسة حسنت التصنيف لمصر بناء على كذا حاجة، بس من أهمها حسب التقرير تحسن المؤشرات الاقتصادية عامة في آخر 6 شهور من السنة اللي فاتت من 2017. المؤشرات دي كانت الانتعاشة في الاقتصاد عامة، خصوصا في مجال الغاز، الغاز الطبيعي والسياحة والتشييد والصناعة. وفي نفس الوقت تتوقع المؤسسة تحسن في الاستثمار في الأعوام اللي جاية، المدى اللي هي التقرير كان بيتكلم عنه لحد 2021. ليه ده كويس لينا؟ طبعا ده مؤشر ثقة، لأن مؤسسة خارجية بتقول إن التصنيف بتاع مصر اتحسن، فده عامة مؤشر ثقة للمستثمر لأي حد مهتم بمصر. غير كده لو الدولة لأي سبب من الأسباب قررت أنها تاخد ديون أو قروض من دول خارجية، ده بيقلل العائد المطلوب على الاستثمار أو إقراض مصر، فده طبعا شيء كويس. ولو بيدل على شيء بيدل على تحسن المناخ عامة وتحسن الرؤية في الاقتصاد المصري. شكرا.